بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي المحاضرة رقم 4، احنا اخذنا 3 محاضرات قبل كده، ودلوقتي انا بتكلم على المحاضرة الرابعة اللي هي قواعد واسس تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة وفقا لاحكام قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012. احنا عندنا لما باجي احدد صافي الربح احنا بنتكلم يعني حالات عملية، وبالتالي بيجي عملي بحدد صافي الربح الخاضع للضريبة. فاحنا متقسمين الى ايه 3 فئات، فئة اولى، فئة تانية، فئة تالتة. الفئة الاولى اللي هي المنشآت اللي هي تجاوز رقم اعمالها السنوي 1,000,000 جنيه، بيتم تحديد صافي الربح ازاي؟ وفقا لنسب صافي الربح المحددها رئيس مصلحة الضرائب بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. والكلام ده بيسري بس على الفئة الأولى اللي هي الفئة الايه الأولانية دي. هنا افرض ان المنشأة عندها مسجلات ودفاتر منتظمة، يبقى ليه الحق ان هو يحاسب عن طريق الإقرار ويتحاسب على اساس ايه فعلي باللي كل من الإيرادات والمصروفات. دلوقتي بالنسبة في بقى ملحوظة مهمة جدا، المنشآت اللي بتقتصر تعاملها على سلع مسعرة جبريا او بيكون ضمن نشاطها سلع خاضعة للتسعير الجبري، طب بنحدد صافي الربح بتاعها ازاي؟ عن طريق حصر فواتير الشراء، وبحدد الربح على اساس هامش الربح اللي هو مقيد بالمستندات للمشتريات بتاعتها من هذا المبلغ. طب نشوف الكلام ده عن طريق حالة عملية، ودي ممكن تيجي كده حالة من الحالات. فيما يلي بعض البيانات المتعلقه باحدى المنشات الفرديه، خلي بالك منشاه فرديه يبقى معنى كده ان احنا هتبقى تبع ارباح تجاريه وصناعيه، يبقى هيتطبق عليها الاعفاء وهيتطبق عليها الاسعار التصاعديه. قال لك بلغت قيمه المبيعات عن هذه السنه من السلع الغير مسعره جبريا 120,000 جنيه، نسبة صافي الربح اللي هي مقدرة اللي هي عبارة عن 15%، وبلغت قيمة المشتريات من السلع المسعرة جبريا 150,000، الهامش الربح المحدد للتسعير الجبري 10%. حدد صافي الربح الخاضع للضريبة واحسب ايه الضريبة. لما اجي احل بقى هحدد صافي الربح الاول، هشوف السلع الغير مسعرة جبرية اللي هي كانت قيمتها 12,000، اضربها في 15% النسبة اللي هم قالوا عليها الربح، يطلع 18,000 جنيه. مية وعشرين ألف صافي الربح من السلع الغير مسعرة، 120,000 هامش الربح من السلع المسعرة جبريا اللي هي 150,000 في 10% فيطلع 15,000 جنيه، يبقى صافي الربح الخاضع للضريبة اللي هو 33,000 جنيه. طب احسب الضريبة ازاي؟ قلت دي منشأة فردية، طالما منشأة فردية يبقى في الحالة دي يبقى احنا هنتبع قواعد المنشأة الفردية ان انا اطبق اسعار تصاعدية، يعني ال 33,000 ال 8,000 جنيه الاولى اعفاء، ال 22,000 بعد كده اضربها في 10% يطلع 2,200، ال 3,000 الباقية في 15% يطلع 450، لو جمعت يطلع الضريبة ايه المستحق. بعد كده في طالما تبع ارباح تجارية وصناعية فاذا هو هياخد خصم ضريبي على اخر شريحة وصل له، لو بصينا لقيناه ان هو وصل لشريحة 15% اذا هيتمتع بخصم ضريبي 45% من القيمة اللي هي بتاعت الضريبة المستحقة، فيطلع 1,192، ده اللي هخصمه من الضريبة المستحقة، يطلع الضريبة واجبة الدفع 1,458. نشوف المنشآت بقى الفئة الثانية، دي تشمل المنشآت اللي بتتخذ شركة شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو مسؤولية محدودة.
بشرط ما يتجاوزش رقم اعمالها عن 2 مليون جنيه. وممكن كمان كذلك المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو شركة الواقع، بس بشرط يتجاوز رقم أعمالها 1 مليون جنيه، يعني يزيد عن 1 مليون ولا يزيد عن 2 مليون. يعني من 1 مليون إلى 2 مليون. بيتحدد صافي الربح إزاي لتلك الفئة؟ عن طريق قائمة الدخل المعدة وفقا للأساس الاستحقاق. ركز جدا انه وفقا لأساس الاستحقاق، يبقى انا مش ههمل الأساس النجد، وبتبع الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها. هذه المنشآت يجوز لها عدم تطبيق معايير المحاسبة المصرية لما اجي اعد القوائم المالية بتاعتها. هناخد حالة عملية فيما يلي بعض البيانات المتعلقة بشركة تضامن. طالما شركة تضامن يبقى دي تبع أشخاص اعتبارية، يبقى هي بتخضع لسعر نسبي 22.5% على طول، ولا فيش الخصم الضريبي اللي هو كان موجود في الأشهر المنشآت الفردية. في مبيعات من السلعة غير مسعرة جبرياً ب1,200,000 جنيه والتكلفة بتاعتها 700,000. في مبيعات تانية من سلع مسعرة جبرية ب300,000 حصل منها 250. أنا ماليش دعوة بالأساس النقدي، أنا باخد بأساس الاستحقاق، علما بأن هامش الربح المحدد لها وفقا للتسعير الجبري 15% من التكلفة، وإن تكلفة شرائها 120,000 جنيه. طيب، بلغت المصروفات العمومية المؤيدة بمستردات 50,000. قامت الشركة ببيع بعض الأوراق المالية الغير مقيدة بالبورصة، يعني معنى كده أنها تخضع للضريبة ومملوكة لها، ب15,000، تكلفتها 10,000. إن هذه العملية ما أدرجتش ضمن قائمة الدخل، ولكن ده يعتبر أرباح البيع، اللي هو فرق بين ثمن البيع والتكلفة، ده الربح ده لازم أضيفه على القائمة. مطلوب تحديد صافي الربح وحساب الضريبة. دلوقتي لما هاجي أبتدي أمسك المبيعات، هقول المبيعات اللي غير مسعرة جبريا ب1,200,000، و مبيعات مسعرة جبريا على أساس الاستحقاق 300,000، يبقى إجمالي المبيعات بتاعنا 1,500,000. نشيل منهم التكلفة، تكلفة السلع اللي غير مسعرة جبريا 700,000، وتكلفة شراء السلع اللي مسعرة جبريا ب 120,000. لو جمعت الاثنين دول طرحتهم، يعني 82,820,000 طرحتها من 1,500,000، فيطلع مجمل الربح اللي هو 680,000 جنيه. في ايرادات المفروض تخضع للضريبه ومش محطوطه، اللي هي دي اللي هي ناتج التعامل في الاوراق الماليه، وبالتالي بقول انها ب 15,000 ناقص تكلفه شرائها 10,000، اذا معنى كده ان في 5,000 هتضاف على الايرادات، فيطلع 685,000 جنيه. اطرح من هذه الايرادات مصروفات مؤيدة بمستردات، قال لك 50,000، اذا معنى كده صافي الربح اللي هيخضع للضريبة 635,000 جنيه. انا اتفقنا معاك ان دي شركة تضامن، اذا دي خضع تبع اشخاص اعتبارية، اذا هنا سعر الضريبة سعر نسبي 22.5 على طول، من الصافي الربح اللي هو 635,000 يطلع 142,875. الفئة الثالثة اللي هو النوع الثالث اللي هو بيشمل مين؟ قال لك كل اللي يتجاوز رقم أعماله عن 2 مليون، مهما كان شركة فردية، شركة أشخاص، شركة أموال، طالما تجاوز ال 2 مليون يبقى هينزل على الفئة الثالثة.
بيتم تحديد صف الربح هنا زي بقى ايه منشآت عادية خالص، يتم تحديد صف الربح لتلك المنشآت وفقا لقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة. خلي بالك في الفئة فوق التانية كان ايه مش ضروري تلتزم بالمعايير المحاسبية، لكن الفئة التالتة لازم تلتزم بالمعايير المعايير المحاسبية بالإضافة لأحكام قانون الضريبة على الدخل اللي هو 91 لسنة 2005. خدنا حالة عملية، شركة توصية بالأسهم. توصية بالأسهم معنى كده إنها شركات أشخاص اعتبارية، إذا برضو ما فيش سعر تصاعدي، لا الضريبة على طول 22.5%، بعد كده ما فيش خصم ضريبة. قال لك بلغت قيمة مبيعاتها 3 مليون جنيه والتكلفة 2 مليون جنيه. في إيرادات أخرى عبارة عن 50,000 فوائد ودائع بالبنوك. خلي بالك فوائد ودائع بالبنوك في أرباح تجارية معفية بنص من القانون، أما هنا في أشخاص اعتبارية فلم ينص على إعفائها، وبالتالي دي هتتحط ضمن إيه؟ الإيرادات. في 20,000 جنيه إيراد عقار. قال لك خلي بالك إن الإيجار الشهري 2000 جنيه، أنا باخد بأساس الاستحقاق، فيبقى 2000 في 12 يطلع 24,000 وليس إيه 20,000. في مصروفات مؤيدة بمستندات ب60,000 فأنا هوافق عليها. في مصروفات أخرى غير مؤيدة بمستندات، قانون الضرايب بيقول لك إيه؟ إن أنا بقارن بين المدفوع و7% من المصروفات العمومية والإيه؟ الإدارية، أيهما إيه؟ أقل. في تبرعات مدفوعة 12,000 منها 7,000 للفقراء ودي ما اعترفش بيها، والباقي الجمعية خيرية بقارنها مع 10% من صافي الربح. تعالوا نبص كده على صافي الربح نطلعه ازاي واحسب الضريبة ازاي. هبتدي اطلع صافي الربح ان انا بحط المبيعات الاولانية اللي هي عبارة عن 3 مليون بشيل تكلفة 2 مليون، يبقى في الحالة دي يطلع ايه اللي هو 1 مليون. مجمل الربح زائد ايرادات اخرى، فوائد ودائع بالبنوك، وقلنا دي لا ايه دي ايراد يخضع للضريبه لعدم وجود نص بايه باعفائها، يبقى في الحاله دي هنحط ال 50,000 جنيه كلها. ايراد العقار السنوي طبقا لاساس الاستحقاق يعني 2000 في 12 يطلع 24,000، نضيف ال 74 على المليون يطلع مليون 74,000 مليون و 74,000 جنيه. بطرح منها مصروفات، في مصروفات مؤيدة بمستندات يبقى هحطها على طول ب60,000 جنيه. في مصروفات أخرى غير مؤيدة بمستندات، قانون الضرايب قال لك هات المصروفات المؤيدة بمستندات اللي هي 60,000 في 7% ده يمثل الحد الأقصى، ودي 7% بنص بالقانون يطلع 4,200، فتقارن بالمدفوع 10,000، الأقل منهم كام؟ 4,200، إذا هعترف بال 4,200، أجمع المصروفات أطرحها يطلع اللي هو 1,009,800 جنيه، ده صافي إيه الربح السنوي. أضيف بقى إيه التبرعات. التبرعات الشخصية ما بعترفش بيها وبتضاف إلى صافي الربح. التبرعات لجمعية خيرية بضيفها بصفة مؤقتة، خلي بالك بصفة مؤقتة لأنه هيعاد إيه حسابها مرة أخرى، إذا أنا هضيف للربح 12,000 جنيه. يطلع إجمالي الربح الضريب. أطرح بقى مين؟ طب إيه التبرع لجمعية خيرية؟ بقارن بين إيه؟ المدفوع اللي هو 5,000 والحد الأقصى اللي هو المليون و21,800 اضربها في 10 على 110، ليه 110؟ لان ده صافي الربح محمل بالتبرعات المضافه مؤقتا فيطلع 92,890. مين الاقل فينهم؟ 5,000، يبقى 5,000 اشيلها من الرقم يطلع صافي الربح الضريبي اللي هو 1,016,800.
انا قلت دي شركة ايه، شركة خاضعة لاشخاص اعتبارية، اذا السعر نسبي على طول 22.5 ولا يوجد خصم ضريبي، اذا الضريبة المستحقة هتضرب الصافي دوت في 22.5 يطلع صافي الربح ايه افضل.